من أهدى العشرين ورد، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع أسامة مروة اللي نشر ستوري كشف من خلالها إنه هو صار ما بيقدر ينزل ستوريات على السناب بسبب الإصلاحات اللي عم يعملها بيته، حيث كشف أسامة إنه هو رح يغير ديكور بعض الغرف. نمر إلى شيرين بيوتي وأصالة المالح اللي نشروا امبارح ستوريات كشفوا إنه هن توصلوا بورد، وشيرين ما كشفت من أهداها الورد. مختلفة عن سناب شويتين لأنه البيت في يعني حالة كارثية، بس عم استنى هيك يهدى البيت شوي لحتى نرجع لكم بقوة. اللي عم بيصير اولا بدي احكي على الشجرة اللي بالستوري الماضي، هذه كانت بمول، واحد من المولات شفناها، هذه مو بالبيت يعني بالمولات، وامكي حاب يستظرف في امكي ما بيحطوا هدايا تحت الشجرة، فحط حاله تحت الشجرة يعني هو هدية، فبس فهذا هي فولو اب على موضوع الشجرة. غير هيك في ابديت بالغرف جوا،